مساء الخير. مساء الخير، مساء الورد والفل والياسمين لكل من اختار مرافقتنا عبر الفضائية الوطنية الأولى من خلال منوعة ليالينا. كالعادة نحب في بداية منوعتنا نحيي فرقتنا الموسيقية بقيادة المايسترو أنور المبروك، دي جي كاسوس، والجمهور اللي معانا أكيد اليوم. وكالعادة نحيي أستاذي وسندي سي سفيان بن فرحات، مرحبا بك. عايشك. مرحبا سي سفيان. عايشك، مرحبا بالجمهور، عاملين دخول بقوة. الفرقة والمايسترو ودي جي كاسوس، بيان سور هذا الحضور الأنيق والرقيق. الأنيق جدا اليوم. أنيق ورقيق. أي. فنان وذويق، خلينا نزيدوا. صحيح. حضورك أنت. إن شاء الله تعدى سهرية مزيانة. يعيشك فضلك. أكيد كيف ما قال سي سفيان، الحضور اليوم عندهم من الأناقة والفيانة والجمال الكثير، وأيضا عندهم من الأصوات يعني نجم نقولوا الجميلة، إن شاء الله باش تكتشفوا من الأجيال الكل ما شاء الله. ضيفتي الأولى هي صاحبة مشروع، هي ككل فنان عنده اختيارات يحب يقدمها وعنده خيارات. هي من 16 سنة كانت إعلامية، ولكن قررت أنها تتحدى ذاتها وترجع الميدان الفني من الباب الكبير. سعيدة جدا هذه الليلة باستضافة المطربة عبير النصراوي. مرحبا بك يا عبير. يعيشك، شكرا. جايتك عزيزة وبرشا فيانا وبرشا رقة اليوم، أكيد باش نحسوها من خلال الإحساس والحضور. مرحبا بك يا عيشك ندى. شكرا على الاستضافة، وتحية للجمهور الحاضر، تحية لفريق العمل، للفرقة الموسيقية، للناس اللي معانا الكل، وإن شاء الله نعديو معهم وقت حلو. أكيد إن شاء الله بالأصوات الجميلة السادة المشاهدين الليلة باش يستمتعوا. وضيفتي الثانية هي كانت موجودة معايا في ليالينا الموسم الأول، وهي الحقيقة اكتشفتها من خلال سي سفيان بن فرحات، على ذلك باش نخليه يقدمها بطريقته. والله باش نقدم بنتي مهر. عايشك. مهر همامي فنانة كبيرة ومشروع فنانة وباحثة كبيرة. عايشك. فنانة وتعمل أبحاث في الميوزيكولوجي. هي دكتوراه، تحضر في دكتوراه على الفن الصنعاني. من عاش عبيد كنت تشرح به فن مازال شبثه باليمني عندها معناها. انا كنت معايا في كوميدي ميوزيكال لزاني فول، عسكر الليل. هي كانت من بين حسيبه رشدي، وهي ما تعرفش تشرح بكل، وعملت اغاني بالفلامنكو وكل شيء تبارك الله عليها. تخي سيريوز، عندها مشروع زاد، هي كما العبير اختارت طريقة وعرة وصعيبة بالضبط، ما مشيتش في السهولة. ماهر كيف كيف عزيزة، أغانيها عزيزة وأبحاثها عزيزة، حقا نفتخر بها ونحبها ياسر. وكنت نحكي معها عن عمل جديد مع بعضنا إن شاء الله. نوارة تبارك الله كما العبير، حتى ونكتشفوه مالا من بعد. في سفيان وانت قلت ناشطة، وبالحق يمكن برشا ما يعرفوش مهر، ولكن هي قدمت عروض ناجحه جدا خلال شهر رمضان. مرحبا بك يا مهر همام. مرحبا بك. شكرا على الاستضافه ونشكرك على كلام الحلو يا سي سفيان. اللي كيفك؟ عايشك. احنا قلنا سي سفيان دائما في منوعه ليالينا باش نشجعوا الاصوات الشبابيه اللي عندها ما تقول في روحها، ولكن للاسف ما تلقاش المساحه الاعلاميه اللي تخليها تبرز. اليوم ضيفتي على قد ما هي فينو، على قد ما محلاها، على قد وقت اللي سمعتها جلبني صوتها، اكيد ما نجم نكون كان سعيده بوجودها معنا. اليوم معنا الفنانه الشابه اميمه عمر. مرحبا بك اميمه. الاستضافه نتاعك، وانا فرحانه اليوم لان انا هنا معكم. انا اسعد واكيد الساده المشاهدين باش يكتشفوا صوت جميل جدا وعزف ايضا على الجيتاره من عند اميمه. ما نحبش نطول عليكم، خلينا ندخلوا في الفن والغناء. يعني عبير اليوم موجوده في منوعه ليالينا بالجديد الجديد، وهو كليب جميل جدا فيه معاني ساميه، معاني حلوه برشا. انا عاده سي سفيان تعرفني ما نحبش نبدا بالبلاي باك من الاول الحقيقه، ولكن لما سمعت كلمات الاغاني حلوة نسرقلك،
قلت باش نسرق الروحي اليوم العادة هذية ولازم باش نسمعوا الكليب هذية وتو نحكيوا عليه من بعد، لكن عبير خلينا نكتشفوه من خلالك أكيد، ونسمعوا أغنية نسرق لك جديد الفنانة عبير نصراوي بكل سرور. شكرا شكرا. ومحلاها كالسرقة هكا تكون سرقة المحبة والفرحة.
نسرق لك عمل وإنتاج جديد. نعم. نجم نقوله بعد غياب عبير. أكيد وراه حكاية. أكيد العمل هذايا والكلمات الجميلة هذايا وراها حكاية. كان تحكي لنا على الظروف اللي جات فيهم الأغنية، أغنية نسرق لك. قبل ما نبدا نجاوبك على السؤال، نحب طبعا نقدم أكيد. تحيه كبيره أكيد. برشا لناس حبوني برشا وساهموا مساهمه كبيره في العمل هذايا باش هالاغنيه ترى النور. نحب نحيي ماهر المالكي اللي هو ملحن هذا العمل، اللي هو صديق لي، صديق سنوات طويله مقيم في فرنسا، تحيه كبيره ليه. نحب نحيي زاده رندا معروفي اللي هي اشرفت نوعا ما على يعني كل ما هو فني بخصوص الصوره وال يعني التصوير مختلف تصوير مختلف. طبعا صديقه لي ايضا مغربيه نحييها برشا برشا. طبعا الكلمات اللي طيب وعلاق. نحيي مهدي مروان ايضا اللي قام بالتوزيع. بالنسبة للغنية حقهم لأنه أكيد. عمل متكامل أكيد. في الأخير طبعاً. ويعني والعمل لا يتم وفما ناس باشا في الكواليس طبعا أساميهم الكل يعني مذكورة في جينيريك الكليب. وتعرف الحاجات الجميلة يلزمها تكون في إطار المحبة، في إطار فما دائما هناك فما أريحية، فما محبة، فما حد يخدم حاجة من قلبه. هذيك كيفاش تم توصل العمل. وطبعا هالأغنية حاملة البارشة محبة. وأنا اللي عجبني فيها إنها أغنية نجم تكون معناتها في إطار الحب العاطفي بين امرأة ورجل، لكن أيضا ممكن تكون غنية نهديها صاحبتي، يعني فيها معنى الحب نهديها لأي حد في المطلق. في المطلق, في المطلق يعني هذه أكثر معناتها ما استهواني بداية في النص. وطبعا اللحن تعرف فما نصوص رائعة لكن الموسيقى ما تعطيهاش حقها. فتحية كبيرة برشا للملحن اللي أعطى لبساطة هالكلمات بساطة لحنية جميلة برشا، لأنه بالحق هذا كله لا يتحمل التعقيد. وشفتوا حتى الكليب يعني في بساطة الجو هذا الكل. هو يعني المحبة سي سفيان بصفة عامة هي شاملة في 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 معناها طبعا. والفرحة بسيطة حتى بالأشياء البسيطة أكيد نجموا نفرحوا، وبالإحساس الصادق نجموا نحبوا. ويعني هالمعاني هذه الكل اجتمعت في هالغناية هذه اللي هي في الأساس ظروف يعني التخمام فيها وظروف أنك تختار الأغنية هذه ظروف ممكن حزينة شوية، لكن محلاها وقت اللي الحزن يولد حاجة مزيانة، حاجة فيها تفاؤل، حاجة فيها فرحة. يعطيك الصحة عبير، أنا مانيش باش نرجع بيك للسبب لأنه خلينا في أجواء أكيد الفرحة، ولكن نحب كمان حتى الناس ما تفهمش اللي صارت حاجة في الأغنية. الغنية ما صار فيها حتى شيء، فقط هي ظروف خاصة بي أنا، يعني فقدان عزيزة كبير، عزيزين هما وراء بعضهم. يعني كانت ظروف صعيبة شوية، دامت الحكاية سنوات، تعرف تعدى بحاجة هكا تاخذ وقتك حتى تخرج منها. وهذاك أخر شوية إنتاجي، وبعد حسيت أنه الشخصين هذوما هما اللي كانوا سند ليا. طبعا مازالوا عائلتي الاخرين ربي يفضلهم، لكن كي تخسر شخصين سندين كبار في العائله والكل، واللي هما كانوا يدزوك ويشجعوك ويحفزوك باش ديما تقدم. فحبيت الاغنيه هذه تكون لروحهم، بابا الله يرحمه ودلال اختي. اختي كانت تحب الالوان برشا، كانت تحب الفرحه، وحبيت نهديها لها. يعطيك الصحه. نفهمك برشا، خاطر انا زاده معناها عشت نفس الظروف نتاعك، وفقدت زوز من اخواتي في فتره قصيره. وممكن الحزن هذاك على قد ما يهد فيك حاجات وقتها، لكن يبني فيك حاجات. واكيد الثوره الفنيه تبدا دائما من الوجع ومن المعاناه. الله يرحمهم. نقول اللي الوجع هذايا مهم برشا احيانا، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لانه الوجيعة هذيك كانت كبيره، وبعدها مباشره جاء الحجر الصحي وقعدت عام ونص ما شفتش عائلتي. فهذا الكل خلاني ناخذ يعني قرارات جذريه، لكن القرارات هذه كانت في صالح مسيرتي الفنيه بالضبط. لانه وقتها قررت
انه انا نوقف مسيرتي الاعلاميه بعد 16 سنه عمل، وكان معناتها شابيتر مزيان برشا وثري برشا، انك تقرر تقول هوني الان نوقف، يعني انه يقولوا لك امشي هذيك حكايه، ما انت تقول الان لهنا باش نوقف وباش نعمل حياتي بطريقه اخرى. وكيف مازلنا نفكر اكيد مازلنا باش نحكيوا على يعني التحدي اللي انت خذيته والثوره اللي فينا من ذاتك يعني خرجتها طبعاً. والقرار اللي خذيته بعد 16 سنه من العمل الاعلامي. لكن ايش قولك توا كان نسمع حاجه بصوت ماهر، شنو باش تقدم لنا ماهر؟ كل سرور. نقدم لكم حاجه تونسيه للسيده سليف سيده الاغنيه. اي تحيه ليها السيده سليف، نحبوها برشا ونقدروها برشا. تفضل الفنانه ماهر الهمامي. ما طولك يا ليلي هديك عند اللي مفارق حبيبه، والجمر ما بعيد فيه، والنوم شكرا.
يعني كانت لمسة وفاة منك الفنانة نحبوها ونقدروها برشا، وهي من القامات الفنية التونسية اللي تمتاز بخفة الروح وتمتاز بالأغاني سهل الممتنع عبير اللي كنا نحكيو عليه واللي يدخل القلب. الصوت عندها صوت يحب، أنا نحب برشا صوت بحة الحلوة محلاها محلاها. تحية ليها السيدة الخلاف أكيد، إن شاء الله ربي يطول لنا في عمرها. مهر مهر من ليالينا الموسم الأول، ليالينا الموسم الثاني، عروض، نشاط، ما شاء الله عليك، كليب، يعني تحركت مهر وولدت يعني تحب تقدم عروض خاصة بها مع مجموعة خاصة، كليب جديد. كان تحكي لنا كيفاش كانت، كيفاش عشت هالأجواء هذية خصوصا بعد نجاح العروض نتاعك؟ أنا رو من قبل نتحرك أما ديسكت شوية معناها الحقيقة. حتى العروض معناها عملت عرض في رمضان في سنة 2015، عملت بعد 2017، عملت 2018، دغنيغمون عملت عرض في فضاء طاهر حداد رمضاني، عرض رمضاني فيه أرب وفيه تونسي فيه اليمني فيه القدود الحلبية. تجربة حلوة الحقيقة عشتها بعد الكوفيد، على خاطر الكوفيد كلنا بخسك وقفنا معناها الفنانين معناها توحشنا النشاط والكل. كانت أول عودة بعد أول عودة كعرض أول بعد الكوفيد. الكليب كيف كيف، عملت غنية ريبريز، هي عملت الغنية التراثية غنيتها كيف كيف سوليف، غنيتها في بدايتها قدام الزعيم المرحوم حبيب بورقيبة اسمها ما عندك سوا، هي تراث معناها مشترك بين ليبيا وتونس. انا غنيتها بالفيرسيون اللي تتغنى اكثر في ليبيا، وعملتها في صورتها كليب في ويد الزين في عين دراهم وفي دار كيف كيف، دار هكا ستيل بيت وعربي في منوبة دار أمي جدي. أي شفته حلوة، أي كنت إخراج وتصوير محمد البيجي، وكنت معناها تجربة حلوة الحقيقة معناها صورتها في ديسمبر جدي. وإن شاء الله إن شاء الله تواصل، لأنه إحنا نحبوكم حتى وكان ما تظهروش إعلاميا برشا، لكن بالعمل الدوام نقولوا ينقب الرخام، يعني بالعمل أكيد تكونوا متواجدين. عايشك أميمة، أميمة عسلامة يا أميمة مرة أخرى. حشيمة أميمة محلاها، أما تو تشوفوها كي تغني باش تكتشفوا حاجة أخرى. أميمة بدا عشقها للموسيقى ملي عمرها 9 سنين، وقعدت وحدها وحدها تتعلم وتدندن في الدار وتغني، وتعلمت برشا حاجات وحدها حتى وصلت البكالوريا عمناه وخذت الباك. قالت هاو معهد العالي للموسيقى هو التوجه نتاعي. مرحبا بك، كيفاش هالغرام هذا يبدا معاك يا أميمة؟ والله ملي صغيره كما قلت معناها نسمع الموسيقى تعجبني، سورتو الغربيه معناها، وقعدت نحفظ معناها ونغني ونعاود لين صحابهم اكتشفوا موهبتي معناها، يقولوا لي محلى صوتك وكل شيء. من غدي بديت معناها. اي ووقت اللي انت تنشط فك العمل الجمعيات اكيد خذيت الثقه في النفس، خاطر المجموعه كانت تطلب منك باش تغني وباش تقدم لهم حاجات. ما نزيدوش نطولوا على الساده المشاهدين، نشوفوا ونسمعوا نسمعوا أميمة عمر. Down in the New Orleans.
يعطيك الصحة. نعرفوا اللي ماكش متعودة بالظهور الإعلامي وعندك شوية تراك، لكن محلى صوتك محلى حضورك هكا ولا سي سفيان؟ يعطيها الصحة، هي غنيت أغنية صعيبة ياسر نتاع ذياني منظر هذي، غنيت في الستينات ويلزم صوت كما صوتها صوتها هي قوي. أي لو تراك راهو هاي العبيد تعرف معناتها لو تراك، أي فنان عنده تراك. أم كلثوم كانت تبدا تقطع في الحوض الحارب. دونك اللي عنده تراك راهو ماشي في الطريقة الباهية. يقول لك ما عنديش تراك راهو كيف بالضبط. وصليحة سي سفيان زعما عندها تراك كان صليحة أسطورة العظيمة صليحة العظيمة صليحة اللي باش نحكيو عليها توا وعلى أغنية العزابة بالضبط مع سي سفيان. نحكي على أغنية هي الغلية كلها ألم وشجن، أما التوانسة يغنيوها ياسر وما يعرفوش كلماتها. هي مع العذابة. نا بكرتي شلت مع العذابة خشت بلاد الشيحة والقطابة. غنيتها صريحة لكن هي أغنية قديمة من التراث التونسي ما يعرفوش كل غنيها الأول. يقولوا ثم امرأة من جبل وسلات. هي حادثة صارت. جبل وسلات هذايا كان منطقة ديما متمردة على البيات. تمردت حتى على المراديين. وحتى كهرب معناها مراد الثالث عام 1699 هرب لجبل وسلات. ومن بعد وقت تمرد علي باشا على الحسين بن علي هرب لجبل وسلات. ومن بعد وقت اللي جاء رشيد بي وخوه علي باشا تمردوا كذلك جبل وسلات. قرروا البيات باش عملوا عمليه تطهير عرقي. الوسلات ولاد وسلات في تونس عانوا من شيء غريب جدا. جبل وسلات عريض فيه تقريبا 80 تجمع سكاني. قرروا بين عشية وضحاها عام 1762 باش يفرغوه. وعليك توا تلقى ولاد وسلات في كل مدينة في تونس، فرقوهم على الساحل، على قروان، على باجة، بنزرت، الوطن القبلي، وأساسا زغوان. ثم تقريبا 200 لقب وسلاتي في تونس. وهذه من التاريخ المغمور ما يعرفوش التوانسة. الأغنية هذه يسميوها الزندالي، الزندالي فن الحبوسات. يقولوا ثم مرأة عندها بنتها اسمها سلمى ملي شردوها قعدت تفركس عليها وما نجمتش تدخل لجبل وسلات. عاد تقول مع العذابه نا بكرتي شردت مع العذابه بكرتي البنيه الكبيره. العذابه هلو يمشيو كيما الجلابه يسخروا العذاب لا الجلابه يمشيو. خشت بلاد الشيح والقطابه. يا سلمى مكتوب ربي اراده على الحي بعد بياضهم يسواده. يا سلمى مكتوب ربي يقدر فراق الحبايب على الجبين مسطر. يا تونس الخضرة يا مسمية بلادي بعيدة والعرب قطعية. هيك الجبل الأزرق تحكي على جبل وسلات. جبل والدتي يا ليتها عقلت وما جابتني. وها يا جبل وسلات وسع بالك واللي جرال الحام ما يجرالك. يا لندراء مكتوب ولا دعوة ولا خروجي من بلادي شهوة. يا لندراء يا ذيمة الجلاشي ولا نموت بعلتي في جيشي. جيشي الله الله كلام قوي ياسر. غنيته لامرأة يفرقت بنتها. وقت اللي عملوا رشيدية أول حفلة بتاع رشيدية ده رحنا في عسكر الليل غنيناها الأغنية هذه. شافية رشدي غنيتها زندالي أول أغنية عام 1933 في المسرح البلدي. ثم أبرعت فيها كذلك صالحة. حاب نقول اللي احنا تاريخنا عندنا تاريخ نتاع قمع. حكاية جبل وسلات 10 ملايين توانسة ما يعرفوهاش. تلقى وسلاتي في جمال، تلقى وسلاتي في بنزر، تلقى وسلاتي في توزر. وعندنا في ليالينا كريمة الوسلاتي. كريمة الوسلاتي هذيك الشيف نتاع المتمردين. في دارنا أمي زيدا زينب الوسلاتي. وسلاتي تلقاهم باختو. بالضبط. دونك الأغنية هذه تعبر على الألم وعلى الشجن. فيها بعد يقول لها تقول يا جبل وسلات وسع بالك واللي جلال الحامة يجلالك لأنهم قمعوا الحامة قبلها هي. شواليك كما كانت تقول للعبيد قبيلة الفن كما قال الأدب مأساة ولا يكون. بالضبط. شوف أغنية كي هكا ما نعرفوش شكون قالها القوال القوالة المرأة لكن تضرب في الجيش بتاع فيها صورة شعرية ولا. جميلة. أنا نقول للتوانسة ديما حاولوا تفهموا الكلام نتاع الأغاني كما تعرفوش نمشيوا للناس الزمنيه ولا شعرهم ابيض كيفي انا تروح كلكم. احنا عندنا سي سفيان، احنا عندنا سي سفيان كل مره يخرف لنا خرافه هكا
بيعرفنا بالحق على خفية يعني مناطق تاريخية، أغاني، فنانين، مميزاتهم، يعني ما شاء الله سي سفيان من الدور يدور. تبارك الله عليك، تصفيق عليك سي سفيان. نرجع لعبير ومهر، وباش نطلب منكم صليحة اللي هي مدرسة موسيقية كبيرة برشا، نحب الدنجينة، الدنجينة منكم لصليحة، من أغاني صليحة. عبيرة شنو تختار؟ دنلنا شوي. ليه ليه كل واحد وحده ولا؟ أي فزيمة شنو تسمعنا؟ مع العزيبة شوية مقطع مع العزيبة. أي أسطورة صليحة. نستمتع عبير، شنو اخترت لنا؟ بخنوق. إيه بخنوق بنت المحامية. نفس الطباع للمود. مود آخر هذا، مود آخر. Oh,
الصحة. يعطيك الصحة، هزيتنا يعني المود آخر، فيه البهجة وفيه الفرحة. وصليحة سي سفيان غنيت كل المواضيع عن نجم قولوا يعني. صليحة بنت الكيف، بنت نبل، فنانين كبار. والله. تعرف اللي الكيف ونبل خذوا وسلقوا منهم ياسر، حتى ناس من بعد وغيره. بنت نبل صليحة كانت عندها صوت، احنا راهو الصوت اللي سجلوها مش صليحة الأولى اللي كنا نعرفوها. مرة مركز الفنون المتوسطية عملوا ماستريزاسيون وعطاو صوتها الحقيقي اللي غنت به في الثلاثينات. كانت عندها كيما أم كلثوم طاقات صوتية خارقة. الأسطورة نتاع تونس. أي وتغني التراث وتعطي، كي تغني لك أغنية تمشي في المود نتاعها ثلاثة أربع دقائق، تقول عديت أربع شهور وأنت في الأغنية. بالضبط. سافر معها. عبير، قدمت عروض عديدة خارج حدود أرض الوطن وكانت تحمل يعني رسائل معينة، منها العروض اللي قدمتها كيف ما نقوله في قلب المتصوف مثلا في كنيسة. احنا يعني من فترة سي سفيان عشنا على وقع يعني حادثة إرهابية في جربة، وانت وقتها تأثرت بعمل يعني إرهابي نجم نقوله يعني خلى انطباع على المسلمين مش حلو. قررت تقدم هالعرض هذايا في وسط كنيسة في باريس. كنت احكي لنا على في قلب المتصوف، الفكرة جميلة جدا ورسالة أجمل أكيد. حكاية العرض هذايا حلوة برشا بالحق، لكن تعرف ديما الحاجة تجي هكا، تجي من وجيعة، تجي من غصرة، تجي من حاجة اللي هي مش مرتاحة، من وضعية مش مرتاحة. في تعرف 13 نوفمبر 2015 اللي صار في باريس وكل، يعني كانت ضربة إرهابية كبيرة برشا وماتوا فيها مسلمين. المشكل وين؟ اللي بعد الصدمة هذيك اللي تصدموها الفرنسيين، المفاهيم والأشياء دخلت بعضها عندهم إنه كل مسلم إرهابي، وهذا كان مشكل كبير. معناتها أنا شخصيا وقتها قلت لهم احنا معناتها اللي عايشين مثلا في فرنسا وانا شخصيا في باريس، عندنا معناتها اعذروني واش نقولها بالفرنسيه، معناتها سي لا دوبل بان. الاولانيه انه احنا ديجا اون اي دي فيكتيم بوتونسييل، معناتها نجموا نكونوا واخذين المترو ولا قاعدين في قهوه وفما موسيقيين توفوا، فما معناتها موسيقي الناس يعرفوه برشا وتوفى جزائري عازف كمانجا، وانا معناتها وقتها في عملي الاذاعي قد عملت له حصه تكريم حكيوا عليه، فقلبك يوجعك. وكان يحضر لي عمل وكذا، تخيل انت احلام وتمشي هكاك. معناتها من جهه كنت وانا من الناس اللي كنت نحضر العروض ونخرج، فكان ممكن انه نكون متواجده الغاديكا وانه نمشي فيها. والحاجه الثانيه انه من جهه اخرى يقولوا لنا لازمني انا نبرر للناس علاش هذوكم عملوا هكاكا، ونفسر لهم ونقعد ناخذ وقتي ونبرر، راهو هذوكم من دارنا احنا راهم مجرمين، راهو مش هذوكم المسلمين، هذوما ناس مجرمين. فانا ارتقيت انه كفنانه شنو ما نحبش هناك الخطابات واحكي احكي فنك، حبيت تقدم بالفن تعمل حاجات اخرين. اشتغلت مع كورال اللي هما مسيحيين، ناديت أغات بيولاس اللي هي معناتها جمعنا مع بعضنا عمل قبل هذاك، واقترحت عليها الفكره، قلت لها خلينا نتجمعوا في اللي يجمعنا، اللي يجمعنا هي محبه ربي سبحانه. اوكي، فطبعا هي لبيت النداء وخدمنا. طبعا كان شريكي في العمل هذايا مفضل عظوم اللي هو موسيقي تونسي عايش في بلجيكا، والعمل هذا نجح برشا وتقدم أكثر من مرة. لكن أجمل عرض بالنسبة لي أنا على الإطلاق كان وسط كنيسة في قلب باريس بمناسبة المولد النبوي الشريف، وكان حلوة المناسبة يعني من تنظيم معهد الثقافات الإسلامية في باريس. ودير نجاح العرض هذاك خليهم يطلبوا مني وقتها عطاونا، تعرف ديما مسألة البيدجي مسألة كبيرة، عطاونا بيدجي أكبر يعني ثلاث مرات الميزانية هذيك، قالوا لنا اخدموا لنا على عمل، لأنه رسالة نبيلة فيها يعني التعايش السلمي ما بين الأديان وما بين يعني البلدان وما بين يعني أنت وصلت رسالة ولكن بطريقتك ونادين. نحب نقول حاجه مهمه برشا، وقت اللي انا هبطت من السان في الكنيسه هذيك، فما واحد جاني قال لي بالنسبه لي انا هذيك يكفي، قال لي ميرسي دو نوز افوار ريكونسيلي افيك الله اكبر.
تعرف انت اللي يذبح يقول الله اكبر، اللي يفجر روحه الله اكبر، وهي الله اكبر كلمه كبيره برشا في ميزان كيفاش لازم تكون. فحسيت لهم بالنسبه لي انا يعني هذيك حاجه مهمه برشا. طبعا كان اطارها والكل معناتها كان عمل خذا وقته، ويعني وسيغ دو فولي، الفولي الثاني كان سلام باتشام ايضا تنظيم معهد الثقافات الاسلاميه، وكانت الكورال اكبر ونضافت للكورال اللي هما اجانب كورال، معناتها كانوا اكثر من 30 كوريست على المسرح. جميل جدا فعلا، جميل كان عرض جميل برشا برشا، جميل جدا لانه يعني العديد يمكن من النقاد يقولوا وين يا عبير، والله يا عبير كي تعمل عروض كيف من هكا وتعمل اختيارات كيف من هكا بخطاه ثابته احسن من السرعه سي سفيان اللي ما فيهاش لا رسالة ولا مضمون ولا حتى شيء. يعطيك الصحة يا عبير، برافو، واصل في مثل هذه العروض كتونسية كفنانة تونسية، وأنا نعرف اللي أنت تحب تونس بكل تفاصيلها ورافع الراية بالضبط، وحتى بتوش صغيرة هكا لازم تونس تكون موجودة دائما معك. فين ما مشيت يعني في السويد ولا في فين ما درت، فين ما درت، وين ما سافرت؟ أنا نحب نقول حاجة حق عبيد، نعرف حتى في العمل الإعلامي وتلاقينا في باريس على الأقل وختمنا مع بعضنا حاجة. أقرب طريق بين الإنسان وإنسان هو الفن والأدب. بالضبط. أنت مثال احنا ثم توا اللي كبروا تفرجوا في افتح يا سمسم. افتح يا سمسم هذيك سيسام ستريت وقت اللي الأطفال السمر والسود في أمريكا لقاهم عملوا مظاهرات وغيره. عملوا برنامج ليس لترويضهم لكن كذلك لإدخال البهجة فيهم وغيره. بالضبط. ترجموها وقتها العرب. يعني عملت كما تعملوا عبير، ولا شوف الفلسطينيين شو عملوا على المستوى الفني، ابراهيم السوس بار اكزومبل وغيره، احسن من 100 خطاب. وعليك العرب والمسلمين يلزم يخدموا على الفن، لانه الفن هو يونيفرسال كوني. بالضبط. تمشي للكونيه، تمشي لانسانيه الانسان. وعبير ما شاء الله على هذا المستوى تخدم بالكده. بالضبط. احنا باش نعطيو فكره عبير الساده المشاهدين من خلال بعض المقتطفات من عروضك من خلال هذه الفقره المسجله بامضاء الزميله زهره فضلي، مونتاج عمر مالك، ثم نواصلوا اجواء منوعات ليالي. الو 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 يا عمري وينك، ألو يا شبابي وينك، ألو يا الغالي وين، ألو ألو سلم لي عالحبيبة، عايش في بلاد غريبة مش عارف وكري فين. أطلب عيني
هذه بعض مقتطفات قليلة جدا من العروض اللي قدمتها عبير النصراوي يعني في مسارح عديدة من العالم أكيد، وما زلنا باش نستمتع بصوتها. لكن منك أنت عبير باش نرجع لأميمة. أميمة غرامها بالفن كيف ما قلت من الصغرى، ولكن الغرام هدايا اتطور شوية للفن الأوبرالي. كيفاش هكا تغرمت أميمة بالفن الأوبرالي؟ وقت اللي دخلت الانستيتو وما كانش عندي شوا، اخترت نمشي معناتها شون ليريك كوم سبيسياليتي معناها كل شيء، وعجبتني الحقيقه الاكسبيريونس. ما كانش في بالي باش نعمل شون ليريك حاجه باهية. يعني لقيت اللي عندك، خاطر الفن الأوبرالي يلزموا قدرات صوتيه معينه، لقيت اللي عندك انت اكل قدرات هذيك. نسمعوا حاجه اوبيراليه. اما ما يلزمش حسره، هو انا اللي نعرفه في الغناء الاوبيرالي هكا ولا عبير ذبنا ما يلزمش تتعدى. يلا بتشجيعكم أميمة بن عمر. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. يعني تغني غربي، تغني توجهت للأوبرالي. كنت سمعنا حاجة كابيلا عربي ترى؟ عربي اي خلنا نسمعوا عربي مغرب. اي عربي مغرب مثال بالميكرو عادة. يلي هواك أنا قلبي اختار، قلبي اختار ما صعب تدوى اليوم راك معايا غدوة يا درا دي حوال الدنيا، حوال الدنيا حلوة ومرة غير انت غير انت غير انت اللي دخلت القلبي غير انت غير انت غير انت اللي ساكن يعطيك الصحة أميمة. باش خلي لك كلمة الختام، لكن عندي سؤال. وين تحب تمشي بحلمتك؟ شنية الحلمة اللي تحب تحققها أميمة بن عمر؟ سيب خاطر فهم برشا أحلام عندي. قل لي عليهم، قل لي. برشا. حتى نجم من بعد راه، وإن شاء الله كان ربي يعطيني العمر من سنوات نجيبك وقول لك وين ياك الحلمة هذيك. إن شاء الله. شنو هي الأحلام اللي تحب تحققها؟ نحب نعمل تور دو موند. إي. أنا في بعروض خاصة. وي. أي. خاطر ما دخلت المعهد الموسيقى كان عندي هدف هذاك معناتها صحيح. إن شاء الله. وفين نمط من برشا. الموسيقى. برشا. يعني تحب تكون في. فما جاز، فما بلوز، نحب برشا حاجات. الأوبرا حبيته زادة. يبان برشا. يعني في عروض إن شاء الله متنوعة. إن شاء الله. الاجتهاد. وي. والاستمرارية. وي. مهمين برشا. ها؟
أنا كنت سعيدة بوجودك معايا من خلالك نحيي كل المواهب الشبابية اللي موجودة في تونس، وتونس قديش ولادة يعني في الأصوات هذه المتميزة، وإن شاء الله دائما نقول ياخذوا فرصتهم. يعطيك الصحة. أنا بزهور زهور عبد الكريم بن صالح أكيد باش نحييك، وميمة بن عمر شكرا على حضورك معنا، برافو، تصفيقة أكبر عليها. شكرا ميمة، شكرا شكرا. ما زلنا أكيد مواصلين منوعة ليالينا وأجواء منوعة ليالينا، ودائما نسأل رواحنا سي سفيان البحر بيضحك ليه؟ أغنية قديمة عريقة. سيد درويش وهو عنده ولده اسمه أيوب البحر، وكذلك رائع شيخ إمام البحر بيضحك ليه، يعني يعني عمل متكامل. أغنية وطنية، أغنية وطنية كما سو يا سو حبيبي حبسو، ولا طلعت يا محنا نورها وغيرها، هذيك اغاني وطنيه. اما مش ظاهره كونها وطنيه يعني، ما يظهروش عليك، قلت لك المعاني نتاع الاغاني. هو كل اصل الحكايه ما بتضحك، لانه سيد درويش العام الجاي ذكرى المئويه نتاع الموت نتاعو، دايره تو ما يعرفوش، ما يمكن مسمينه الانجليز، غنى التكتوكا وغنى معناها اغاني اللي تحمل الرسائل يعني. حاجات هايله، اما كان وطني غنى بلادي بلادي مات صغير يعني في الثلاثينات من عمره، وهي من اعز الاغاني الوطنيه. الناس ساعات الاغنيه تتعدى هكا يضيعوا الجرى نتاعها بالضبط، ما يفهموش المعنى نتاعها والرساله نتاعها. تفضل عبيد. التكمله انه مواصله للي ذكرته، الاغنيه في الاول عملها عاطفيه لانه وقتها بداوا يحجروا عليه. ففي الاول المذهب برشا غنايات كانوا في الفتره هذيك حتى يفلتوا من الانجليز يبداوها عاطفيه، من الكلام الكل معناتها ملغمه الاغنيه من داخل كلها معاني. معنى يعني من داخل موجود فيها، فيها عمق معنوي مهم جدا، واكيد لكل اغنيه حكايه. منها الحكايه اللي اخرفها لنا توا سي سفيان، وانت اكدت هذايا، البحر بيضحك ليه بصوت الفنانه عبير نصراوي. Oh,
فعلاً أغنية رائعة وأداء فيه برشا إحساس من الفنانة عبير النصراوي، يعطيك الصحة. يعني غنيتها بكل إحساس. شقولك سفيان؟ ما شاء الله، هي اختياراتها ديما راقية. راقية. راقية حتى تختار حاجات تقاطق هكا باهية وتأديهم كما ينبغي. بالضبط. ما شاء الله. أنا توا أنت بكري حكيت على جبل وسليت وصليحة في عالية. توا زعيم جبل وسليت توا. أنا أكيد مش رحب بزميلتي الوسليتية كريمة الوسليتي. أهلا وسهلا، مرحبا مرحبا. مرحبا بك يا كريمة. مرحبا، تحياتي ليك ندى ولكل مشاهدي الوطنية الأولى في سهرية السبت ليالينا. والدنيا فن أكيد، الدنيا فن معك أنت يا كريمة ومحلى لبستك. شكرا. وتيك هاللون، هاللون عليك يجنن. يعيشك تحية كالعادة الهبة بحيرة. الدنيا فن مع كريمة الوسليتي. هيك العادة ديما نحاولوا من خلال الفقرة هذه أنه نعملوا جولة في بعض التظاهرات الفنية داخل وخارج تونس واللي تكون فيها خصوصية. البداية باش تكون ياس سفيان من قشلة العطارين المدينة اللي احتضنت من 27 ماي لغاية اليوم معرض فني اسمه تراكمات لبشرة طبوبي. حاجة ياسر سبيسيال كانت في هذا المعرض، ومدينة المتلوي كانت حاضرة على طريقة الفنانة بشرة الطبوبي. هذا الحوار بين ما هو خيالي وطبيعي بتنظيم من جمعية الشارع فن. دونك تحية أكيد لمثل هذه المبادرات اللي تكون سبيسيال على الأخر واللي فيها تشجيع للشباب. أكيد. من مدينة تونس احنا باش نمشيو الآن جولة ما بين جربة وبين غرنوبل. نداء، الأحداث الأخيرة اللي شهدتها جزيرة جربة، عدة قائمين على المسائل الجمعياتية وبرشا مبادرات كانت موجودة، كما جمعية الوحدة من أجل تونس بغرنوبل اللي وعلى إثر هذه الأحداث قررت أنها تقدم أيام تونس السياحية بغرنوبل فيها إشارات لما حدث في جربة. التظاهرة جمعت ما بين الاقتصاد، السياحة والثقافة في غرنوبل، واليوم كان الختام. توفيق الحسناوي نوجه له تحية. توفيق حسناوي قاعد يعمل عمل كبير مع جمعيتي في غرنوبل ويتحرك بالكدا، وهو قبل كان موضوعها آخر لأنه هو صديق أنت تعرف، لكن من بعد أحداث جربة بدل الأرجيومونتير نتاعها والحق يعطيه الصحة، وماذا بينا ونعاونوه شوية. وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الخارجية يعملوا في عمل ماهوش ربحي. بالضبط. وفيه صورة تونس. بالضبط. ويعمل في حاجة باهية. كيف ما كنا نحكيو بكري كريمة مع عبير، الفن يحمل رسالة والعمل الجمعياتي مهم جدا، خصوصا من التوانسة اللي عايشين البرة اللي باش يحسنوا هاك الصورة هذيك اللي يعني سيئة اللي ساعات تتبادر في ذهن يعني الأجانب. يعني عمل كيف من هكا مهم جدا باش يعطي الصورة الحقيقية والجميلة لتونس. وأعمال كيف هكا كما قال سي سفيان زادة تستحق الدعم، والفنان راهو في منزلة لازم تكون رفيعة. بالضبط. جدا في نظر الجميع. وفي إطار الفن احنا عشنا كذلك عدة أحداث فنية مؤخرا، كما أيام قرطاج للفن المعاصر، وسي سفيان كانت عنده زيارة وأبهر بما وجده من أعمال فنية تمثل كل التعبيرات الخاصة بالفن المعاصر. من أيام قرطاج للفن المعاصر باش نحكيو على أيام قرطاج الكوريغرافية، قرطاج داس اللي باش ينطلق الأسبوع القادم إن شاء الله نهار 10 ماي، إذا افتتاح هذه الدورة الخامسة اللي باش تنطلق 10 جوان وتتواصل إلى غاية ما يمشي على روحه بالسيف هو خرج. دونك في جوان من 10 حتى ل 17 جوان في مدينه الثقافه وعده فضاءات اخرى، واحنا قاعدين نشاهدوا اكيد في بعض الصور او باش نشاهدوا بعض الصور أكيد. الخاصه بالدوره الفارطه اللي تلخص تقريبا الاجواء اللي كانت في ايام قرطاج الكوريغرافيه. اذا مجموعه من الراقصين اللي باش يكونوا من كل انحاء العالم باش يجتمعوا براقصي تونس.
لكن فما راقصين لاول مره باش يجونا من سويسرا من موزمبيق ومن مدغشقر، اضافه الى حضور راقصين من لبنان من المغرب ومن التوغو اللي متعودين انهم يجيو لتونس، وحضور مميز لماجي ماغا اللي باش تعتبر علامة كبيرة برشا، وحضورها مميز في هذه الدورة اللي يعتبروها القائمين عليها منصة للإبداع وتبادل الأفكار والخبرات بين راقصين من تونس ومن كل أنحاء العالم. يعني حاجة مهمة برشا، حاجة مهمة برشا تحتفي بهذا الفن اللي اللي زاد لسنوات قعد مظلوم شويه. مظلوم يعني. اي صحيح، والجميل انه الحركه الثقافيه هذيا عبير ومهر وسي سفيان يعني نشوفوها في المجالات الكل، وهذا الجميل، هذه الحركه الثقافيه الحقيقيه تشوفوها في المسرح في السينما في الرقص يعني في كل اشكال والمدينه تنتعش، وهذيا مهم جدا بالنسبه لهذه التظاهرات. والرواد كل مره يجيو ويكتشفوا ما تحتويه مدينه الثقافه. باش نخرجوا من تونس، نخرجوا من تونس وين نمشيو؟ نمشيو للحمامات. ما بعدناش ما بعدناش برشا 60 كيلومتر في اللوتوروت، نمشيو للمركز الثقافي الدولي بالحمامات اللي يستعد لاستقبال دوره جديده من مهرجان الحمامات الدولي الصيفي اللي باش اختتامه باش يحتفي بنجاة عطيه، لكن احنا باش نؤجل الحديث بخصوص تحيه ليها المطربه نجاة عطيه. غيبه غيبه يا نجوتا غيبه، راك صوت رائع، نتوحشو برشا برشا. تكون حاضره في اختتام الحمامات، لكن تو نرجع باكثر تفاصيل على العرض هذا. لكن المركز ناشط على امتداد سنه كامله، وممكن عبير بما انك تو رجعت ما بين تونس وباريس تنجم تركز شويه مع المركز الثقافي. عملنا اقامه فنيه في المركز الثقافي الدولي بالحمامات. به المقترح نتاع كريم. حلوه الفكره. المركز هذه المده يحتفي بالفسيفساء من خلال الملتقى الدولي لفن الفسيفساء اللي باش يقع اختتامه نهار 5 جوان ان شاء الله. عده فعاليات كانت ورشات ولقاءات، وفما حتى الفن كان حاضر من خلال عرض سفيان صفتا برزخ. تحيه لي سفيان ناشط بارك الله عليه. اكيد سفيان عرض برزخ عمل به عده جوائز، دونك نحييه احنا سفيان صفتا من ليالينا ونتظروا منه مزيد الانتاج. بارك الله عليه ناشط ناشط، وندعوه ليالينا اكيد. ما كل ما ندعوه انا يقول لي عندي عرض. نعملوا راحه من برزخ سفيان ونجيو ليالينا. دونك نرجعوا للفسيفساء اللي كان فيها حضور مميز لعدة كذلك ضيوف من كل أنحاء العالم اللي قدموا ورشات وتتويج لهذه الأيام. باش تكون فما جدارية عملاقة تلخص عمل هذه الدورة اللي أشرفت عليها السيدة لطيفة بيدا، وأحنا كان عندنا لقاءات خاطفة مع كذلك مدير المركز الثقافي الدولي بالحمامات سي الكسراوي، وكذلك إحدى المشاركات من لبنان اللي باش نختموا بها فقرتنا. أكيد باش نختموا بها فقرة الدنيا فن، وأكيد ديما نشاطك يا كريمة نهار وديما غرامك انت زاده بالثقافه. يعيشك يعيشك وبالتظاهرات الثقافيه. والاسبوع القادم نوعدكم برشا حكايات زاده سبيسيال ان شاء الله. ان شاء الله نشوفوا الفتيات ثم نواصلوا اجواء منوعات ليالينا. سمبوزيوم الحمامات الدولي في دورته الأولى نسعى من خلاله إلى حفظ الذكريات المشتركة بين مختلف الأنماط التشكيلية والتعبيرية العالمية في فن الفسيفساء. هذا اللقاء هو عبارة على منصة لتوحيد الفنانين من مختلف البلدان وتعزيز التعاون فيما بينهم والحفاظ على الذكريات المشتركة بالطبيعة، وذلك عبر تثمين العمق التراثي والتاريخي لدار سيباستيان. بصراحة أول ما فتت كتير تفاجأت، حسيت حالي بالجنة، ما حسيت حالي على الأرض. نحن حابين نخلد الفسيفساء لأنه الفسيفساء عبر الزمن تاريخ، والتاريخ ما فينا ننسيه، التاريخ بيضل، البني آدم بيروح، البشر بيروح، بس التاريخ بيضل. اليوم بلشنا بالشغل باللوحات البورتريه اللي بدنا نشتغل عليها، كل صورة رح نشتغل عليها موزايك حجر، قطع صغيرة وقطع كبيرة، وجوه فنانين كبار.